من القاهرة إلى موسكو. من هناك السيد رامي القليوبي الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو. سيد الفاضل، هل استمعت إلى تصريحات ديمتري ميدفيديف؟ يعني في الواقع الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف عندما كان رئيسا كان سياسيا ليبراليا، وكان يذهب إلى الولايات المتحدة ويزور وادي السيليكون، وفي عهده كانت هناك محاولة لإعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية، ولكنه تحول في الأشهر الماضية بعد بدء الحرب في أوكرانيا إلى صقر وإلى أنصار اتباع الخط المتشدد مع الغرب، وهذا بالدرجة الأولى موجه أي تصريحات شديدة اللهجة يدلي بها هي موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الداخلي، وفي أحيان كثيرة لا تخلو من الشعبوية، فذات مرة يهدد بالنووي، ومرة ترة أخرى يلوح بإمكانية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، رغم أنه في الأساس خبير قانوني ويعلم أن مثل هذه الإجراء ليست سهلة. ولذلك هذا دائما هناك في أي منظومة السلطة في العالم هناك شخصية تلبي الطلب الداخلي على الخط المتشدد، وأصبح ميدفيديف يلبي هذا الطلب بعد وفاة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي في أبريل الماضي. نعم، أنت استبقت سؤالي بهذه الإجابة، ولكنني سأتوجه بذات السؤال، هل ما قاله إن كان شعبويا موجه للداخل الروسي هل يمثل استراتيجية موسكو في الأفق المرتبط والمتعامل مع هذه الأزمة فيما قال من تصريحات أخيرة؟ في الواقع الاستراتيجية الروسية هي واضحة، وهي استكمال الأهداف في أوكرانيا، وهذا يعني أن العملية العسكرية ستستمر، ولكن هناك أنا أعتقد أنه عندما نتحدث عن الاستراتيجية الروسية فيجب الاسترشاد بالدرجة الأولى بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرجي شايغو ووزير الخارجية سيرجي لافروف، فهؤلاء هم المنوط لهم تحديد الاستراتيجية الروسية. نعم، لكن هذه التصريحات وإن كانت شعبوية كما ذكرت، أنا أتوقف مع هذه الكلمة، لكنها تتفق مع تصريحات وزير الخارجية الذي قال أن أوروبا على ما يبدو بين قوسين، وهو نقل ليس لفظيا، تتذكر ما حدث في عام 1812 وعام 1945 فيما يتعلق بانتصارات روسيا على فرنسا ابتداء وعلى ألمانيا ثانية. هل تتوقع أن هذا التشابك أو هذا الاتصال في المعنى هو ما يشكل هذه الاستراتيجية؟ بالتأكيد الاستراتيجية الروسية هي قائمة على أنه لا يمكن إلحاق النصر بقوة بحجم روسيا، ولذلك هنا أنا أتفق معك لأن لافروف هو الشخص المنوط له لتحديد السياسة الخارجية الروسية، وهو يلاحظ أو يرصد ذلك التردد الغربي في مسألة تسليم الدبابات الثقيلة لأوكرانيا، وكان ذلك واضحا من وجهة نظر روسيا أن المستشار الألماني أولاف شولتز هو أول زعيم أوروبي يرفض الامتثال للتعليمات قادمة مما وراء المحيط، فبالتالي هذا دفع بروسيا للاعتقاد أن الغرب يتذكر ما تعرضت له فرنسا في عام 1812 وألمانيا في عام 1945. نعم، لكن ذلك يقود إلى سؤال آخر، طالما تحدثت عن المستشار الألماني، في لقائه مع الرئيس الفرنسي قال أننا وفرنسا سنعمل معا وسنقدم كل الدعم، كل الدعم هذه إضافة، سنقدم الدعم إلى أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا. ماذا يقصد بهذا اللفظ أو كيف فهمت هذا اللفظ ما دام ذلك ضروريا؟ في الواقع التعبيرين كل الدعم والضروري هم تعبيران ضبابيان إلى حد كبير، ويمكن لكل دولة تفسيرها حسب ما تراه مناسبا، ولكن أنا انطباعي الشخصي أن الهدف أو الدعم هو يهدف إلى منع هزيمة أوكرانيا حتى يستمر هذا النزاع، أو في الوقت نفسه إبعاد شبح الحرب عن دول الناتو، منع هزيمة أوكرانيا وبالتبعية إطالة أمد هذه المعركة؟ نعم، لأن إذا كان هذا ما قاله ديمتري ميدفيديف. نعم، ولكن هو ليس الشخص المنوط له بتهديد. أفهم هذا التوزيع الرسمي، ولكن أتحدث معك في قراءة الألفاظ.
نعم، كقراءة الألفاظ بالمفهوم الواسع، نعم الغرب لا يريد أن تتعرض أوكرانيا لهزيمة ويسعى لإطالة أمد النزاع لإضعاف روسيا، وكذلك يسعى لعدم توريط نفسه في الحرب المباشرة مع روسيا. ففي هذه النقطة نعم أنا أتفق معك، هناك تقاربا بين تصريحات ميدفيديف ولافروف. نعم، جزيل الشكر لك السيد رامي القليوبي، وأنت الأستاذ في معهد الاستشراق في موسكو إذ كنت معنا من هناك. شكرا لك سيد الفاضل.